الضباب يلفك من كل صوف فتبقى على حيز من قرار لتفهم ما يتماثل بين الأسى والسعادة. الطريق الملوكي يفقد معناه فتركناه وفقدناه. ينتهي النص بفقد وينتهي بترك وينتهي بحزن، ينتهي بأسى على التحول والتغير الذي أصاب هذا الطريق والذي أصاب هذه الذكريات التي اندثرت. في الجزء الأول أيضا رثاء لشخصية مهمة جدا في تاريخ الأستاذ فولاذ، وهي شخصية الشاعر الراحل فاروق شوشة. لأنه الأستاذ فاروق شوشة رحمه الله لم يكن إذاعيا عاديا، كان يعني لامعا وكان له مكانته وصوته المميز، ولعل يعني الأجيال القديمة والحديثة لا تنسى برنامج لغتنا الجميلة. وإلى الآن يعني إلى الآن البرنامج موجود، ولكن المشكلة الإذاعة نفسها فقدت كثيرا من مميزاتها بسبب النت والتلفزيون والكثير من الأشياء الحداثة لها تأثير على أدوات الناس. من له برامج تلفزيون؟ ورئيس الإذاعة؟ أكيد. ومين عمل مع نور صديق عزيز أبا محمد؟ لا هو المرحوم فاروق شوشة قدم الأستاذ فولاذ في أول مرة يظهر فيها في الإذاعة كان على يد فاروق شوشة، ولذلك هذا هو الرابط النافع الذي يربط، هذا هو الوفاء الذي يجعل الشاعر يذكر فاروق شوشة في مصر، وهو يرتيج اولا في مقال كتبه عنه منشور في بعض المجلات وفي مواقع النت عن ذكرياته مع فاروق شوشه، وهذه القصيده تؤكد هذا الكلام الذي ذكره في مقاله. دلني يا صديقي على قبره، دلني يا صديقي على قبره، فالطريق التوت والفجاج انطوت والمعالم ثمه غائمه كما لاح منها البريق اختفت، دلني يا صديقي وخذ بيدي في زرار الطريق. فأنا منذ 60 عاما أقلب وجهي في الكائنات وأبحث في باطن الحادثات وليس يقر بقلبي القرار، فإذا كان معنى جميل وزهوة عيش هنيء وآثار دار وجبانته أنست بانقطاع السيارة. المفردات مهمة جدا عند الأستاذ فولاذ. الشيفون كمل شوية، والسوق القيصرية، والقرية، وهنا الجبانة. المفردات هذه مهمة جدا لأنها تبين ثقافة الشعر. هيزور القبر، وعادة عندما نزور القبور ندعو للميت ونقرأ آيات من القرآن الكريم. فالشاعر زار القبر وقرأ عنده على قبره سورة الشعراء، ووضع على القبر سعفا من النخيل. تعالوا نرى هذه الصورة الرائعة التي ابتكرها الشاعر وهو يذهب عند قبر فاروق شوشة. دلني يا صديقي على قبره، تعبت قدماي وكلت يداي، ولم يبق في قبضتي غير هذا الوميض، وبعض خواطر فرت وظلت مساراتها في الفضاء العريض، وجمل يراد له أن يظل على حاله في يدي في انتظار القليل. المدى ضاق وانفرط العقد واشتبهت سبل الطالبين، وناء المحبون بالشعر والكلمات هنا حيث ينبهم الصمت والصوت والصمت بين الظلال، وينفلت القلب من بين أردانه
ويغادر حيث تضيء السماء وتدنو قليلا من الأرض مؤذنة بالوصال. هنا سوف أتلو على قبري ما تيسر من سورة الشعراء. ويقرئ بالمناسبة أيضا القرية التي ولد بها فاروق شوش اسمها الشعراء. فالسورة الشعراء وهو شاعر والقرية الشعراء والقبر هناك. وياسين والعاديات وأختمها بالدعاء النجيع فليس سواه العتاد الذي نرتجي والسلوك الذي نرتدي في المصاب الفجيع. ائتني بعسير النخيل وضعه معي فوق شاهدة القبر ثم تنحى قليلا. احنا لما بنزور القبور بنضع نبات اصفر جريده كده خضراء مثلا فوق القبر. طيب بعد ما نضع الجريد الاخضر ده او العسير على القبر ونسيبه كده اسبوع اسبوعين ثلاثه يحصل له ايه؟ جف هيكشف خالص. تمام؟ طيب تعالوا نشوف العسير اللي هيضعه فولاذ على قبر فاروق شوشه. ائتني بعسير النخيل ائتني بعسير نخيل وضعه معي فوق شاهدة القبر ثم تنحى قليلا سيخضر هذا العسيب. انظروا إلى الصورة الرائعة. العسيب هيخضر، العسيب مش هيجف، لن ينشف، لن ييبس، لا بل إنه سيخضر. تنحى إلى الجنبات ففي حضرة الموت نحتاج عزلتنا برهة ريثما يفرغ الدمع من حاله وتعود له كبرياء ويهدأ عنه الوجه. قصيدة مليئة بالصور كثيرة جدا حقيقة، ويختمها الشاعر بتنصة وتضمين لبيتين من أبي العلاء المعافي. شاعر يستاهل الكلام عنه بصراحة. الله يرحمه.